أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي في تتمة بحث العدل، وهو البحث المتعلق بقضية الوجوب على الله، وقلنا بأن الأشاعرة قالوا بأنه لا يجب على الله شيء، كما أشرنا إلى بعض من أقوال كبرائهم وهو الإمام الرازي والإصرائين، وأشرنا إلى أنهم عندما ذهبوا إلى هذا المذهب لم يتأملوا جيدا فيما قاله العدلية في هذا الإطار، وهو عدم تفريقهم بين الوجوب بالمعنى الفقهي والوجوب بالمعنى الكلامي. وأشرنا إلى كلمتين إحداهما للمحقق الطوسي ردا على ما قاله الإمام الرازي فخر الدين الرازي، وأخرى للمحقق اللاهيجي أو الحكيم اللاهيجي الذي أشار إلى أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى التشنيع على العدلية لم يفهموا كلامهم، بل كانت عندهم حالة قلة تدبر في كلماتهم، لأنهم يفهمون من كلماتهم أنهم يريدون بالوجوب هنا هو التسلط، ولكن هذا الأمر لا يريده أحد منهم، بل يريدون أن كل صفة يراها العقل كمالا وجوديا وهو متحقق في المخلوق يحكم بوجوب اتصاف الخالق به بوجه أتام، وكل صفة يراها نقصا في المخلوق يحكم بتنزهه أو بتنزه الخالق عنه، فإذا وجب رعاية هذه القاعدة في الصفات وجب رعايتها في الأفعال، وهذا هو معنى الوجوب على الله كما أشار في كلامه. ومن هذا اتضح بأن الأشاعرة وقعوا نتيجة الخلط أو نتيجة عدم الالتفات إلى وجود اشتراك لفظي في لفظ الوجوب بين الوجوب في اصطلاح الفقهاء وبين الوجوب في اصطلاح المتكلمين. وقلنا بأن بعض الأشاعرة ومنهم الإمام الجويني أو الإمام الحرمين الإمام الجويني يعني أستاذ يعني الإمام الغزالي أشار إلى بعض من هذه القضية، أو أشار إلى نكتة في هذه القضية ربما تكون طريقا للحال، وذلك عندما كان يعني يتحدث عن هذه المسألة بقوله إن كان المقصود من الوجوب على الله توجر الأمر والبعث نحوه سبحانه فهذا باطل بالإجماع، لأن ذلك يعني يختص بالله تعالى لا يشاركه فيه أحد، وإن كان المقصود منه أن تركه يستوجب ضررا فهذا أيضا باطل لتنزه تعالى عن النفع والضرار، وإن كان وهكذا إلى آخر كلامه. فهو كان يريد ماذا؟ تنبه إلى أن المقصود من الوجوب ليس أمرا واضحا كما تراءى لهؤلاء الذين ذهبوا إلى أن المقصود منهم هو هذا، ولذلك ركزوا كلامهم على هذا الذي يعني أشير إليه. ولكن نجد أن البعض من السلفية أو بعض السلفية ومنهم تلميذ الإمام محمد عبده كان أكثر إنصافا في هذا المقام، فذهب إلى مذهب خاص بمن بالسلف، أو هو كما يعبر عنه بأنه مذهب السلف في هذه القضية، وقال بأن مذهب السلف هو الحق في هذه المسألة. وهؤلاء يقول ما كانوا ينكرون الوجوب ولا يقولون به على إطلاقه، إنما مذهبهم أنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه وكتبه على نفسه، وهذا هو مقتضى يعني صفاته ومتعلقاته، فكما وجب له تعالى في حكم العقل الاتصاف بصفات الكمال وجب أن يترتب على تلك الصفات ما يسمونه متعلقاتها كالعدل والحكمة والرحمة، وأنه لا يجب عليه سبحانه بحكم غيره إذ لا سلطان فوق سلطانه فيوجب عليه ويجعله مسؤولا. ولكن الأشاعرة طبعا هذا تعيض بهم، ولكن الأشاعرة ينقلون عن المعتزلة القول بأنه يجب على الله كذا وكذا، ويحتجون عليهم
ويحتجون عليهم بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيدل نقلهم على أنهم يوجبون عليه تعالى إيجاب من يكون مكلفا مسؤولا، وهم لا يقولون بذلك. هذا في الحقيقة إنصاف من هذا الذي ذهب إلى هذا المذهب، وأشار إلى أن الأشاعرة أساءوا تفسير كلام المعتزلة. طبعا لم يشر إلى الشيعة لأنه من السلف، والسلف عندهم موقف خاص من الشيعة. هذا مثلا. المثل الأخرى أنه هذه القضية، ما هو موقف القرآن منها؟ الموقف القرآني من هذه المسألة كما هو واضح هو بعد أن تبين لنا أن هذه القضية ليس المقصود منها هو الوجوب بالمعنى الأمر والمأمور يعني صاحب السلطة والمتسلط عليه، نقول بأنه هذا العنوان الذي هو الوجوب على الله، هل يمكن تقبل فرض ثبوته لله سبحانه وتعالى يعني بهذا المعنى الذي نحن نقول به وهو المعنى الصحيح؟ نقول الجواب عن ذلك جاء في الذكر الحكيم الذي يدلنا على أنه سبحانه أوجب على ذاته بعض الأفعال وعبر عنها بكلمة على، واستعملها استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا كما يعني قد يعني يحاول البعض أن يعني يفسرها به، الدال على ماذا؟ الدال على اللزوم، الدال على الوجوب، ولكن للزوم ماذا؟ أسبابه كما قلنا. ومن هذه الآيات القرآنية قوله إن علينا الهدى، وهذا واضح بأن المفسرين عندما يأتون إلى هذه الآية يقولون بأن الله أخبر سبحانه أن الهدى واجب عليه، ولو جاز الإضلال عليه لما وجبت الهداية، يعني هذا الأمر لو جاز عليه ذلك لما كان هذا الأمر، لأنه وجوب الهداية عليه سبحانه وتعالى بمعنى أن يفعل كل ما يمكن ماذا؟ كل ما يمكن إيصال العبد إلى الهداية. وكذلك قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، هذه الآية كذلك، فقد أشار من نظر إلى هذه الآية ومنهم الراغب الأصفهاني يعني إلى أن استقامة الطريق وهو كونه قيما على سالكيه يوصلهم إلى الغاية، والمراد بكونه وبكون عفوا والمراد بكون قصد الطريق على الله وجوب جعل سبيل قاصد عليه سبحانه عليه تعالى يسلكه عباده فيوردهم مورد السعادة والفلاح. وإذ لا حاكم غيره يحكم عليه فهو الذي أوجب على نفسه أن يجعل لهم طريقا، هذا نعته يعني هذه صفته ثم يهديهم إليه، فهو ليس إذن من قبيل الحكم على الله كما هو واضح من خلال تفسير. ومن المعروف أن الراغب الأصفهاني من المدرسة الاعتزالية كما هو معلوم. وكذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو واضح أن الكتاب بمعنى يعني الإثبات، وهذه من الصفات الفعلية المعروفة عن الله سبحانه وتعالى، وبمعنى ومعناها أن الله يفيض النعمة على مستحقها وأوجب على نفسه الرحمة وإفاضة النعم وإنزال الخير لمن يستحقه. والمراد من الإيجاب استحالة انفكاك فعله عن كونه معنونا بهذا العنوان الذي هو عنوانه الرحمة. وقوله أيضا وإن عليه النشأة الآخرة في سورة النجم، وقوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن علينا جمعه وقرآن، إن علينا ثم إن علينا بيانا، وغير ذلك من الآيات التي دل. طبعا الذي أنقذ السلفية في هذه القضية هو وقوفهم على هذه النصوص التي أثبتت بصورة واضحة أن هناك من الأمور ما هو يمكن القول بأنه واجب على الله، ولذلك قالوا بأن مذهبهم ليس مذهب الذين يقولون بالوجوب مطلقا، ولا بالمذهب الذي يقول ماذا بعدم الوجوب الذي هو ماذا الذي هو يعني رأي آخر في قبال هذا الرأي، يحاول أن يبين بأن ترى هؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب لهم رأيهم الخاص، والحقيقة هو ليس رأيا خاصا لهم، ولكن هم لأنهم وقفوا على النصوص والأشاعرة كأنهم لم يقفوا على هذه النصوص يعني أنقذوا أنفسهم، لأن الوقوف على هذه النصوص جعلهم ماذا؟ جعلهم لا ينحرفون ما يعني الانحراف الذي وقع فيه الأشاعرة.
بقي الكلام حول مسألة واحدة، وهو أنه إذا كانت القضية هكذا وأن هذا فهم ليس أو لأن هذا الفهم ليس دقيقا من الأشاعرة، فما نصنع بقوله تعالى في الآية التي هي أن الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية التي يحتج بها يعني القائلين بعدم وجوب شيء على الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم يعتقدون أن القول بهذا الأمر وهو السؤال يعني السؤال على الله إنما يستدعي ماذا؟ التسلط والمؤاخذة وغير ذلك من الأمور. فإذا كيف يمكن لنا أن نفسر هذه الآية لنقول بأنه هذه الآية مع وجودها ومع إقرار معناها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تستعمل دليلا على عدم وجوب شيء على الله سبحانه وتعالى. هذا ما أشار إليه بعضهم، وهو أن الوجه في عدم كونه تعالى مسؤولا عما يفعل، هذا الوجه في عدم كونه مسؤولا هو من قبيل في بعض الأحيان عندما نجد إنسانا أفعاله في غاية الحكمة، أفعاله في غاية الاتزان والرزانة، فهذا الذي يكون في هذه المرتبة كأنه ماذا؟ كأنه لا يخطر على بال أحد أن يسأل في يوم من الأيام، لأنه ماذا؟ لأنه لا يفارق هذه الحكمة، لا يفارق هذه الرزانة والاتزان في أفعاله وفي أفعاله وما يصدر منه. لذلك عندما يكون الفاعل بأعلى درجات الحكمة فهذا لن يحصل معه ماذا؟ لن يحصل معه سؤال. لماذا؟ لأن السؤال والمؤاخذة فرع ماذا؟ فرع مخالفة الإنسان لما تقتضيه الحكمة، وحيث أن الحكمة الإلهية حكمة لا حدود لها، لا نهاية لها، ولا بداية، لا بداية لها ولا نهاية لها، فهي حكمة مطلقة. فعند ذلك ماذا سنقول؟ نقول بأن المؤاخذة والسؤال فرع وجودي أو إمكاني وفرض وجود مخالفة، وحيث أن الإنسان الذي يكون مثلا في درجة عالية من الحكمة قد لا يخطر في بالنا أنه يؤاخذ يوما من الأيام، وإن كان هذا في حد نفسه أمر ممكن، فكيف بمن لا يعني هذا الأمر ممكن متى؟ عندما تفارقه ماذا؟ عندما تفارقه حكمته فيغضب مثلا ويزول عنه حلمه أو ما شاكل، فكيف بمن لا تزول عنه الحكمة والاتزان؟ فالذي لا تزول عنه الحكمة والاتزان إذن لا يسأل عما يفعل. نعم نحن نسأل لأننا لا نتصف بالحكمة اتصافه بها الذي هو وصف ملازم لا يفارقه. لذلك عندما نسأل لأننا عندما نكون في حالة حكمة فحكمتنا حكمة عارضة ويمكن أن تزول في أي أوضاع يمكن لنا أن لا نتحمل الأمر، وأما حكمته تعالى فهي باقية ودائمية، فإذا كانت دائمية عند ذلك لا يسأل عما يفعل لأن جميع أفعاله حكمة وصواب، ولا يقال للحكيم لما فعلت الصواب. وهذا بخلاف العباد فإنهم يفعلون الحق وقد يفعلون الباطل، فلذلك عندما يفعل ولذلك نقول عندما ولذلك نحن عندما نقول وهم يسألون لا نقصد بذلك أنهم يسألون مطلقاً، لا يسألون عندما يقعون ماذا؟ يقعون في المؤاخذة، وأما مطلقاً فهم لا يسألون، إنما يسألون متى ما وقعوا في الخلال. وليس معنى الآية أن الله تعالى يفعل كل فعل حتى الفعل الذي يمكن أن يؤاخذ عليه فاعله، لا هذا ليس مقصوداً إطلاقاً. وليس معنى الآية أن له تعالى أن يفعل كل فعل ولو كان مخالفا للعدل والحكمة. ولذلك يقول بعضهم يعني كما يقول
صاحب المنار الذي هو محمد رشيد رضا يقول هذه الآية إنما تنفي أن يكون لأحد من الخلق سلطان على الرب يحاسبه ويعني هذا يثبت أن الله له سلطان واحد وله هذا السلطان الواحد وأن له هذا السلطان على كل يعني المكلفين كغيره يعني جميع المكلفين كما يقال. وهذه الآيات الذي يقول صاحب المنار ولا يدخل فيها هذه الآيات يعني لا يدخل في هذا الأمر الذي هو يثبت من خلال هذه الآية أنه يجوز على الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين، هذا ليس داخلا فيها. لماذا؟ يقول لأنه أساسا نحن نقول هنا أن ما يقع من الله يكون فعلا حكيما، وليس من الحكمة أن يقوم الله سبحانه وتعالى بجعل المسلم كالمجرم أو المسلم كالكافر أو المحسن كالمسيء وغير ذلك من الأمور. ولذلك يقول ولا يدخل في هذا الإثبات أنه يجوز عليه تعالى أن يجعل المسلمين كالمجرمين والمتقين كالفجار، بل هذا محال عليه سبحانه كما يدل عليه العقل الذي وهبه والكتاب الذي أنزله، وهو قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا هو الذي جعل هؤلاء يقولون بمقولة من بمقولة يعني العدلية. وخلاصة الكلام أن مذهب العدلية مبتن على القول بوجود أمور تجب على الله، ومن هذه الأمور هو العادل والعدل، هذا مبناه الكلامي، وهو الذي يقول يعني يبتني على مقولة أن الحكمة التي تلازم الذات الإلهية تجعل الذات الإلهية لا تسأل عن فعل يصدر منها، بل في نفس الوقت تجعل الذات الإلهية عادلتان. لماذا؟ لأن هذا الأمر فرع ماذا؟ فرع وقوع أفعال يمكن أن يحاسب عليها الفاعل، يعني حتى وإن كان يعني فاعلا يعني فاعلا يعني من نوع آخر ليس فاعلا إلهيا. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الفعل لا يصدر من الله، لأنه ماذا؟ لأنه قبيح. ومن حيث أن القبح والحسن أمران ذاتيان، فقلنا بأنه لا يمكن أن يصدر من الله خلاف العادل، لأن حكم العقل بالحسن والقبح الذاتيين يستلزم ذلك، ولأن الله قد أوجب على نفسه ذلك من خلال ماذا؟ من خلال حكمته سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم يبدأ الكلام في مسألة جديدة، وهي مسألة القضاء والقدر، أو مسألة إنا فاعلون بالاختيار، التي أشار إليها المصنف بقوله الثاني إنا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك. إنا فاعلون بالاختيار إشارة إلى المبنى الذي يرتضيه العدلية في هذا المقام من أو الذي يرتضيه الإمامية في هذا المقام من أن الفعل يعني الفعل الإنساني أو فعلنا إنما هو ماذا؟ فعل اختياري. والدليل الذي ساقه المصنف على ذلك هو الضرورة. ما هي الضرورة؟ قال الضرورة التي تجعلنا نفرق بين أمر يصدر منا دون إرادة وبين الأمر الذي يصدر منا مع الإرادة. قال للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج والامتناع تكليفنا بشيء، لأنه إذا كانت القضية هكذا يعني ليس لنا
قدرة ولا اختيار، فذلك يكون تكليفنا ممتنعان، فلا عصيان، لأن التكليف فرع العصيان. فإذا كانت القدرة ليست قدرتي فإذا أنا لست عاصيا. قال: ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، الذي هو إشارة ماذا؟ إشارة إلى مبنى الأشاعر التي سيأتي يعني الحديث معهم. وللسمع، ولأن الأدلة القرآنية الأدلة النصية النقلية دلت على أن هناك ماذا؟ على أن هناك حساب، وأن الآيات دالة على أن الحساب حاصل من الله سبحانه وتعالى على الأفعال، لأنها أفعال العباد، لا على أنها ماذا؟ أفعاله، أو على أنها أفعال العبد خلقها الله في العالم. هذه القضية وهي قضية خلق الخلق أو خلق الأعمال كما يعبر بعضهم، أو قضية القضاء والقدر. فضلا عفوا ناسنا فرع الاختيار، فرع الاختيار، فرع القدرة والاختيار. العصيان فرع القدرة والاختيار، لأن الإنسان إذا لم يكن مختارا وقادرا فلا يقال عليه عاصي، لأن الإنسان إذا أجبر على فعل من الأفعال فلا يقال عليه بأنه عاصي، لأن الفعل لا ينسب إليه. فإذا نسبت إليه المعصية فلا بد في مرحلة متقدمة أن ينسب الفعل إليه، لا أن ينسب إلى جهة وهو يسمى ماذا؟ ويسمى عاصي، كما سيأتي إن شاء الله الحديث في ذلك من خلال الكلام. هذه القضية، هناك في هذه المسألة مذاهب متعددة. بعض من هذه المذاهب يرى بأن الأفعال جميعاً ليس لها فاعل ولا مؤثر في هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن العبيد ليس لهم فعل أصلاً، لا إحداثاً ولا كسباً. إشارة إلى قضية الكسب والقضية الإحداث اللي هي يعني القدرة التي تفعل، أو الكسب اللي هي النظرية التي قال بها الأشاعرة. بعد ذلك سنأتي أن الأشاعرة هل لهم نظرية بهذا الاسم، أو أن هذه النظرية إنما هي مجرد خدعة. فيتضح بعد ذلك أن هذه النظرية مجرد خدعة، وأن الأشاعرة قائلون ماذا؟ قائلون بالمقولة التي نسبت إلى الجهم بن صفوان في التاريخ، وفقد حياته بسبب هذا الإنسان الذي يذكر في التاريخ. فقال بعضهم بهذه النظرية التي نظرية تعبر عنها بنظرية الكسب، وقال الأشاعرة يعني اللي هم الأشاعرة قالوا بهذه النظرية خروجا مما وقع في زمن بني أمية، من أنه يمكن أن يعني ينسب يعني يمكن أن ينسب الفعل إلى الإنسان من جهة ماذا؟ من جهة كونه كاسبا له. حتى من جهة كونه كاسبا، عندما يسأل هؤلاء أنه ما هو يعني ما هو الكاسب، عندما تتحدثون وتقولون نحن نقول بنظرية الكاسب، لا نقول بنظرية الجهمية، أو لا نقول بنظرية الجهم بن صفوان، أو بمقولة هؤلاء يعني الذين يقولون بالإرجاء أو غير ذلك، ماذا تقولون؟ نقول بالكسب، وأن للعبد حصة. فإذا سئلوا هؤلاء عن الكسب ماذا تقصدون به؟ فالبعض قال بأن الكسب معناه أن يكون الفعل موصوفا بكونه طاعة أو بكونه معصية، هذا معنى الكسب، هذا أوصاف للفعل ليست معنى الكسب، هذا مقصود. الكسب هو كون الفعل موصوفا بأحد الوصفين المعروفين، يعني اللي هو الطاعة أو المعصية. البعض الآخر قال لا، الكسب هو أنه إذا أراد الإنسان شيئا، إذا حصل عند الإنسان تصميم وعزم، فإن الله يخلق الفعل بسبب هذا العزم. هذا هو الكسب، يعني كأنه ماذا؟ كأنه الإنسان ليس له إلا هذه الشرارة، وهي شرارة العزم، ثم بعد ذلك جميع الفعل يتولاه الله سبحانه وتعالى. البعض الآخر قال لا، قال القضية ترى أصعب
من أن نفسرها بتفسير. وهذا التخبط الذي وقع فيه البعض ليس له أصل ولا عليه دليل، ومسألة الكسب هذه لا يمكن الوقوف على حقيقتها، وأنها حقيقة مجهولة ولا علم لهم بها، ولذلك فهم يتخبطون في هذه المسألة، ويقول بعضهم بكلام ويقول البعض بكلام آخر. ولذلك فإن بعض الأشاعرة المتأخرين ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه المتقدمين في هذه القضية، وأشاروا إلى مباني جديدة في هذه القضية، بل حاولوا تطوير هذه النظرية بما يمكن ماذا؟ بما يمكن اعتباره كلاما مقبولا، ولذلك قالوا بكلام جديد مخالف ماذا؟ لما أشارت إليه كلمات هؤلاء اللي هم أئمة هذا المذهب اللي هو مذهب الأشاعرة. من هنا يمكن لنا أن نقول بأن هؤلاء اختلفوا في هذه القضية، ونتيجة هذا الاختلاف أن بنى بعض الأشاعرة ربما بعضهم من المتأخرين كلاما جديدا ومبنى جديد للقول بهذه المسألة بطريقة مختلفة في هذه المسألة. ولذلك ماذا؟ قالوا بأن هناك أسلوب آخر للكسب، وفسروه بتفسير مخالف لتفسير الإمام الذي هو الإمام الأشعري الذي هو يعني إمامه. هؤلاء في قبال هؤلاء جماعة ذهبوا إلى أن الأفعال إنما تصدر من الإنسان وأن هذه الأفعال بما لها من الخصوصيات إنما هي من أفعال الإنسان، وأن الله ليس له هذا التدخل الذي يصورونه في قضية نظرية الكسب أو في مسألة نظرية الكسب. وذهب إلى ذلك المعتزلة، وذهب إلى ذلك الزيدية، وقالوا بأنه هذه الأمور أفعال وأمور منسوبة للإنسان لا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هسه بالحقيقة هسه ربما قد يقال بأن مسألة المعتزلة بقول مطلق لهم مثل هذا التوجه، هسه هذا يحتاج إلى تدقيق أكثر، لأن المصنف هنا يقول أن المعتزلة قائلين بأن الأفعال من العاد، وكأنه يريد أن يشير إلى أننا والمعتزلة في هذا الباب نصب في مكان واحد، ولكن الظاهر أن القضية ليست على هذا التدقيق وليست على هذه الدقة، لأننا سنبين فيما بعد أن للمعتزلة أو لعله لبعض المعتزلة لعله قد يكون بعض المعتزلة يخالف في ذلك، أن لبعض المعتزلة نظرية خاصة في هذا الإطار، وهي نظرية خاصة بالتفويض، لا أنهم قائلون مثلا بقضية الفعل من الإنسان أو الفعل من الإنسان ويعني النظرية التي يرتضيها الإمامية، لكن ربما تكون الإشارة هنا ليست إشارة إلى هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، إنما تكون الإشارة إلى ما وقع الخلاف فيه، أنه توجد إرادة وقدرة للعبد أو لا توجد إرادة وقدرة. فالمعتزلة ليسوا كالإمامية في هذا الإطار، بل عندهم رأي خاص به، هذا الرأي يصل إلى حد ادعاء أن القدرة والفعل الفعل الإنساني لا سلطة لله سبحانه عليه، وأنه ماذا؟ أمره مفوض إليه، وأن الله لا علاقة له، وهذه نظرية معروفة في هذا الإطار له. طبعا هسه ربما المصنف وغيره عندما ينظرون إلى هذه المسألة يعرفون أن التفريق في هذه القضية يجب أن يقوم على أساس أمور ترجع إلى الإنسان، ولذلك عندما حاول أن يفسر منهجه ومبناه في هذا الإطار جرى على بيان الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، فحاول أن يبين على أن هناك فرق
بين الأفعال التي تقع باختيار الإنسان وبين الأفعال التي تقع مع اضطرار الإنسان. ولذلك الفارق يعني ولذلك فإن الفارق بين هذا وذاك هو أن الإنسان إذا كان له فعل اختياري فإن هذا الفعل لا يكون اختياريا ما لم تكن عنده قدرة. ولأن هؤلاء الذين يقولون بالكاسب أو الذين يقولون مثلا بمقولة الجهم بن صفوان أو بالمقولة المنسوبة إلى الجهم بن صفوان، هؤلاء يقولون بعدم وجود قدرة للإنسان أصلا، وأن القدرة كلها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وهو التفريق بين الفعل الاختياري وبين ماذا؟ وبين الفعل الاضطراري، لأنه يقوم على أساس القدرة التي تفرق بين الأمرين، لأن الإنسان يجد أنه في حالة سقوطه من الأعلى لا يجد لنفسه دورا في يعني في أي شيء يقوم به. وأما عندما يريد القيام بشيء فإنه يعلم بأنه إذا أراد أن يقوم بهذا الأمر فإنه يقوم به، وإذا لم يرد فإنه لا يقوم به. ولذلك تكون له قدرة دخيلة في تحديد فعله، ولذلك الأفعال تختلف من شخص إلى شخص بحسب إراداتهم وبحسب ماذا؟ وبحسب توجهاتهم. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أننا عندما ننظر إلى الأفعال وما يصدر من الفاعلين، نجد بأننا في بعض الأحيان نجد الفاعل ونجد أنفسنا نمدح هذا الفاعل ونأتي إلى الفاعل الآخر لنذمه ونفرق بين فعل وفعل، فنجد أن هذا الفعل يستحق رد فعل خاص به، وفيما نجد فعلا آخر نجد أنه يستحق رد فعل مخالف له. ولذلك نأتي إلى هذا الفاعل وهو زيد لنقول له مثلا أحسنت، ونأتي إلى عامر لنقول له ماذا؟ لقد أسأت. فهذه هذا الوصف بالإحسان أو الإساءة هذا يحتاج إلى أمر، وهو أننا عندما ننسب الإحسان إلى هذا الفاعل أو ننسب الإساءة إلى هذا الفاعل، فهذا مصبه وأساسه أن هذا الفعل إذا لم يكن منسوبا إلى هذا الفاعل لم يستحق هذا الفاعل الوصف بالإحسان، وأن هذا الفعل الثاني إذا لم يكن منسوبا إلى هذا الفاعل وهو عام لم يكن يستحق ماذا؟ أن نعبر عنه بأنه مثلا مسيء. وهكذا فإذا كانت هذه الأفعال منسوبة إلى أصحابها ومن صدرت عنهم، فعند ذلك من الطبيعي جدا أن نجد ماذا؟ أن نجد من يصف هذا بالإحسان ويصف ذلك ماذا؟ ويصف ذلك بالإساءة. ولذلك نجد أنه من الحسن مدح مطيع، ومن الحسن ذم عاص، ولا نجد في ذلك ماذا؟ ولا نجد في ذلك أي غرابة ولا عجب. لماذا؟ لأننا مدحنا من استحق المدح ووقع منا الذم لمن استحق الذم، فعند ذاك وقع هذا الأمر مبنيا على أمر، وهو أنه لو لم يكن الفعل صادرا من زيد بعينه وهو فاعله، فعند ذاك لن يكون لهذا المدح معنى أصلا. وإذا لم يكن لعمر دور في هذا الفعل الذي يوصف بسببه بكونه مسيئا، إذا لم يكن لعمر دورا أساسيا في صدور هذا الفعل لم يكن مستحقا لأن يوصف بكونه مسيئا. فإذا لم ينسب الفعل إلى الأول وإلى الثاني لم يستحقا، يعني الأول والثاني لم يستحقا حسن مدح الأول وحسن ذم الثاني. ولذلك نقول أنه لو لم تكن هذه الأفعال منسوبة
إليهما، يعني إلى من أحسن أو إلى من أساء، عند ذاك لم يصح أن نقول عن هذا بأنه يستحق المدح ولا أنه ماذا؟ لأن أنه يستحق الذم، والثاني يستحق الذم. لماذا؟ لأنه إذا كان الفعل صادرا من جهة غير هذين فعند ذاك يجب أن نوجه الذم والمدح لمن صدر منه ماذا؟ لمن صدر منه الفعل. ولذلك يذكر بعضهم هذه القصة وهي عن ابن الهذيل أو أبو الهذيل عندما يقول بأنه الحمار حمار البشر خير وأعقل من البشر، يقولون له مثلا لماذا يا أبا الهذيل تقول حمار بشر أعقل من بشرين؟ يقول لأن حمار البشر إذا أتيت به إلى مكان يمكنه أن يتجاوزه ويطفره وضربته فإنه يفعل ذلك ويطفر هذا المكان، وإذا جئت به إلى مكان واسع لا يمكنه أن يطفره وأن يتجاوزه يقول لا يفعل شيء، يبقى في مكانه، فهو حمار يفرق بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه. وهناك من البشر من وصل به الحال إلى أن يأتي إلى فعل الإنسان ويسلبه القدرة عليه، ومع ذلك يقول الإنسان يمكن أن يحاسب مثلا على ماذا؟ يمكن أن يحاسب على هذا الفعل. وعندما تسأله من الفاعل الحقيقي يقول لك الفاعل الحقيقي هو الله، ومع ذلك الإنسان يستحق بالرغم من ذلك ماذا؟ بالرغم من ذلك يستحق أن يحاسب وأن يعاتب وأن يذم إذا ما إذا خالف، وأن يذن يمدح ويجازى إذا أحسن، مع أن الفعل الأول والفعل الثاني كلها أفعال منسوبة ملا إلى جهة واحدة. الآن عندما نأتي إلى هؤلاء نقول لهم ما هو المبرر يعني ما هو المبرر لنفيكم القدرة عن الفاعل الذي هو الإنسان أو هذا المكلف أو هذا يعني الفاعل الممكن؟ يقولون لأننا عندما نجد أن الأفعال الحاصلة في الخارج لا تخرج لا تكون خارجة عن علم الله سبحانه وتعالى فهي لا تتصف بما يستدعي القدرة. يقولون لأن الذي يستدعي القدرة ما هو؟ الذي يستدعي القدرة هو الفعل الممكن، وكل أمر حاصل أو سيحصل إنما هو متعلق من متعلقات العلم الإلهي. فإذا كان قد علم حصوله فهو حاصل، وإذا قد علم عدمه فهو ممتنع. والقدرة لا تعمل مع هذين، يعني لا تعمل مع الأمور الواجبة الحصول ولا مع الأمور الممتنعة الحصول، إنما تعمل مع الأمور الممكنة الحصول. وحيث أن كل أمر ليس خارج هذا الإطار فهو إما معلوم حصوله أو معلوم عدمه، فإذن لا قدرة، وليس هناك قدرة في هذا الإطار. لماذا؟ لأنه عندما نتحدث عن الأفعال إنما نتحدث عن أفعال إما معلومة الحصول أو معلومة عدم الحصول، ومعلوم الحصول واجب الحصول، ومعلوم عدم الحصول مستحيل الحصول. وبالتالي إذا أتينا إلى الفعل وجعلناه في حالة استواء من ناحية المبرر والمسوغ لوجوده فهو ماذا؟ فهو محال. لماذا؟ لأنه هذا الفعل الذي تحصل له هذه الحالة ماذا سيكون؟ سيكون هذا إما مع حالة ترجيح، والأمر يتبع المرجح لا يتبع ماذا؟ لا يتبع الفعل. فإما أن يكون في حالة ترجيح والأمر ماذا؟ عند ذاك يكون ماذا؟ الراجح واجب، لأنه ماذا؟ لا أنه ممكن.
وعند ذاك المرجوح ماذا سيصبح؟ سيصبح ممتنع. فحينما يقول نفرض وجود فعل تتساوى نسبته للوقوع والعدم، فإنه لا وجود لهذا الفعل، لأن الفعل من حيث الذات هذا الفعل إما أن يكون له مرجح واجب أو مرجح، يعني مرجح واجب إيجابي يعني بوجوده، أو مرجح عدمي يعني مرجح لعدمه. فإذا كان راجح الوجود فقد وجد، وإلا لم يكن ماذا من الممكن إيجاده، فهو ماذا؟ فهو ممتنع. فإذا كان كذلك إذن ليست هناك قدرة، لأن القدرة فرع أن يكون الفعل متساوي النسبة إلى الطرفين، ويحتاج إلى مرجح، إما أن يرجح طرف الوجود وإما أن يرجح طرف يعني العدم. ولأن الإنسان هذا العبد عندما يكون له هذه القدرة التي تفرضونها والتي تثبتونها له، هذه القدرة إذا كانت لترجيح أحد الطرفين، إذا كانت بسبب يعني عفوا إذا كانت لا لسبب، عند ذلك نقول ماذا؟ نقول بأن هذا يسبب إشكالا كبيرا. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى إنكار حتى دليل وجود المبدأ الأعلى. لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر يوجد بلا سببين بلا مرجحين، فهذا حتى سينطبق على العالم، فلن يكون هناك مبدأ أعلى ولا صانع ولا موجد ولا خالق، لأنه يمكن أن تترجح الأشياء لا لمرجح. وإن كان لا، نقول لا، الترجيح لا بد من مرجح، فنقول هذا المرجح إما يعود إلى هذا العالم نفسه، وبعد ذلك ماذا يحصل؟ يعني التسلسل اللانهائي. وإما لا، نقول أن الأمر ليس بيده، إنما هو ماذا؟ إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك نقول المرجح الإلهي واجب، لأن المرجح الإلهي ممكن كما أن المرجح يعني الممكن. وهذا المرجح إما يتعلق بطرف الإيجاد أو بطرف الإعدام، فإن تعلق بطرف الإيجاد صار واجبا، وإن تعلق بطرف الإعدام صار ماذا؟ صار ممتنعا. ومع هذا يعني هذا أو ذاك لا يكون هناك قدرة، لأن القدرة فرع أن يكون الفعل باقيا على حالة الحيادية، حالة الاستواء بين الوجود وبين العدم. هذا هو ما أشار إليه بعضهم في هذا الإطار، وأشير إليه طبعا في بعض الكلمات، وسوف نأتي للرد عليه ولبيان يعني ما هو الإشكال الذي يعني يمكن أن يريده هؤلاء، وما هي الأمور التي حاول أن يعني يرد بها هؤلاء. ثم بعد ذلك نكمل الحديث في الأدلة التي أشار إليها المصنف، أو الذي أشار إليها من ذهب إلى مذهب المصنف ممن وافقه في هذا في هذه المسألة، ويعني ننتهي الكلام إن شاء الله فيها، لنقرأ الذي أشار إليه المصنف والشارح إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.